أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الحدث الاقتصادي من سودانية 24. أصدرت محكمة مختصة حكما قضائيا يلزم شركات الاتصالات في السودان بإعادة خدمة الإنترنت على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها جمعية حماية المستهلك. ويشهد السودان صعوبات في خدمة الإنترنت منذ 25 من الشهر الماضي بالتزامن مع قرارات القائد العام للقوات المسلحة، وهي القرارات التي أقال بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته وعلق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية وفرض حالة الطوارئ في البلاد. وأكد خبراء الاقتصاد أن قطع الإنترنت يكبد الاقتصاد السوداني عشرات ملايين الدولارات، فضلا عن تضرر شركات الاتصالات التي يقدر حجم مالها بحوالي ملياري دولار. ويقول الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم لصحيفة العرب الجديد اللندنية إن قطع الخدمة أثر على كل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى تضرر شركات الاتصالات التي يصل حجم أعمالها اليومية إلى 6 ملايين دولار. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم تراجعا إضافيا لدى غالبية البنوك السودانية عقب تراجع أسعار العملات التأشيرية، فيما حافظت أسعار الصرف لدى تجار السوق خارج المصارف على استقرارها دون تغيير، فيما تراجعت بنسبة طفيفة لدى البنك المركزي. ووفق متابعات موقع أخبار السودان، فقد تراجعت أسعار الدولار لدى غالبية البنوك التجارية فيما استقرت ببنوك أخرى، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 446.50 جنيها. إلى ذلك تراجع سعر الدولار التأشيري لدى البنك المركزي اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة، واستقر متوسط سعر الدولار خارج المصارف عند 440 جنيها. كشف والي شمال كردفان كشف والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن عن فتح الحدود مع ليبيا لاستيراد السلع، وأعلن عن استئناف العام الدراسي بالولاية مؤكدا أن هناك خطة لتفادي أي مشاكل تواجه الطلاب. وقال نمير إن القوى المشتركة تعمل في المناطق الملتهبة لتأمين حصاد الموسم الزراعي، وطالب بزيادة عدد من قوات الشرطة بالولاية. وأشار إلى أن اجتماع الحاكم المكلف بلجنة أمن الولاية ناقش التفلتات الأمنية، ودعا قادة حركات السلام للعب دور في ضبط القوات وبأن ترتكز القوات في مناطق محددة لإنفاذ الترتيبات الأمنية، وأضاف لدينا ضرورة ملحة لإنفاذ الترتيبات الأمنية. وفي السياق أعلن حامد النوراني مدير شرطة ولاية شمال دارفور بأنهم يواجهون عقبات أبرزها النقص في عدد القوات وحاجة القوات إلى الدعم اللوجستي للقيام بواجبها حتى نهاية الحصاد. وكشف عن تفلتات تحدث من بعض منسوبي الحركات المسلحة، ودعا للعمل مع قادة الحركات لإيجاد آلية فيما يتعلق بإنفاذ الإعلانات الخاصة بالمحاكم. وأكد إصدار اجتماع اللجنة الأمنية لقرارات ستؤدي إلى استتباب الأمن هناك، وحذر النوراني من استغلال الطلاب في المظاهرات وتعرضهم للخطر. شهدت أحياء متفرقة في ولاية الخرطوم اختفاء شبه تام لسلسلة الخبز المدعوم وسط شكاوى الأهالي من ارتفاع سعر الخبز الذي يعرف بالتجاري. وشكل سلعة الخبز ضغطا كبيرا على الأسر في ظل انعدام الخبز المدعوم. وبجانب ارتفاع سعر القطعة من الخبز المدعوم، لا يبدو هناك التزام بوزن محدد بجانب التفاوت في الأسعار بين مخبز وآخر. انطلقت اليوم بالخرطوم مبادرة جماهير الحركة التعاونية ومؤتمرها التعاوني الجامع للم الشمل للتفاكر فيما آلت إليه الحركة التعاونية بالشقيها الشعبي والديواني، وذلك بقاعة الصداقة بالخرطوم. وأكدت رئيسة اللجنة التمهيدية لمنشط الحركة التعاونية سامي عبد الحفيظ أن السودان الآن أكثر حاجة للحركة التعاونية، وأشارت إلى مبادرات جماهير الحركة التعاونية بحضور ممثلي الولايات من التعاونيين الشعبيين وبعض الديوانيين بالنظر في مشاكل الحركة التعاونية والخروج بتوصيات أهمها استقلالية الحركة التعاونية لتصبح هيئة تتبع لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الحركة التعاونية مرت بكثير من المنعطفات السياسية وواجهت استهدافا. ومن جانبه ناشد محمد تبن مساعد مدير التجارة والتعاون بولاية غرب دارفور المسؤولين بإرجاع المؤسسة التعاونية التجارية بجانب تأهيل مركز التدريب التعاوني. كشفت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بغرب دارفور
الثانية لحماية هدام وادي كجا بالجنينة من خلال إنشاء عدد من المصدات المائية على طول مجرى وادي كجا الذي يربط رئاسة الولاية بطريق الإنقاذ الغربي والأحياء السكنية المتاخمة لجريان الوادي. وكشف مدير وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية عبد الرحمن آدم محمد عن خطة لإنشاء 12 مصدا مائيا على طول وادي كجا، بالإضافة إلى مساعي وزارته في إنشاء عدد من السدود بهدف معالجة الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، فضلا عن التقليل من آثار هدام وادي كجا في موسم الخريف. شهدت أسواق المحاصيل بولاية القضارف بدأ تدفق واردات محصول السمسم من مناطق الإنتاج، ووصلت كميات كبيرة من السمسم للأسواق بولاية القضارف رغم تأخر افتتاح المزاد الرسمي حتى الآن، مع ارتفاع في أسعار السمسم لهذا العام بحسب إفادات التجار، حيث يتراوح سعر القنطار ما بين 23500 جنيه إلى 25200 جنيه، وتوقع مواصلة ارتفاع أسعاره بعد افتتاح المزاد. وقال مدير أسواق المحاصيل بولاية القضارف مصطفى أحمد الحسين إن تأخر افتتاح المزاد الرسمي لمحصول السمسم هذا العام يعود للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، وكشف عن نشاط كثيف وتداول كبير لحركة البيع بين المزارعين والتجار بالأسواق بدليل ارتفاع الوارد اليومي للسوق.